صح، ما هو يعني مش كده. حالا يا استاذ محمود، حالا يا استاذ محمود، بص استاذ محمود، اصله وفد الاهلي يلبي دعوه فيفا بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. لبى وفد الاهلي الذي ضم كل من الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف عضوي لجنة التخطيط وأحمد الطوخي مسؤول التسويق دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمشاركة في حفل العشاء المقام على هامش بطولة كأس العالم للأندية التي تجرى فعالياتها بالمملكة العربية السعودية. شارك في الحفل جاني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والعديد من أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا في مقدمتهم المصري المهندس هاني أبو ريدة ورؤساء الاتحادات القارية ورؤساء الاتحادات الأهلية وممثلو وفود الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية. وحرص وفد النادي الأهلي على لقاء رئيس الاتحاد الدولي وبعض القيادات الدولية الكروية. يذكر أن فريق النادي الأهلي يلتقي مع أوراوا الياباني، مش هنذكر الناس بأن الماتش بكرة الساعة 4:30 يعني، في تمام الساعة 4:15 والخامسة ونصف توقيت السعودية على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بجدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية. كابتن هاني، بروتوكول واضح جدا ودايما زي ما بقول لك على هامش المباريات والمنافسة و يكون في مكاسب تانية كتيرة جدا على مستوى الفيفا، على مستوى الاتحاد كلمتك الأوروبية. من البداية لان اصل المكسب مش بس داخل المباراة او داخل الملعب، في مكاسب كتيرة جدا النادي الأهلي هيستفيد منها سواء على المستوى المادي، على المستوى العالمي، على مستوى الماركتنج، على جميع المستويات الحقيقة يعني. نتمنى يا رب أن نظل دائما في العالمية. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن محمد حشيش وضيفنا طبعا في الأهلي في المونديال.